طبعا تدريبات منتخب الوطني العراقي استعدادا لمباراة فلسطين يوم الجمعة في تمام الساعة 7:30 في توقيت بغداد عبر العراقية الرياضية والأردن قناة الأردن. ورسميا الزوراء يتعاقد مع المهاجم عماد محسن لتمثيل نادي في الموسم القادم. رسميا نادي القوة الجوية يتعاقد مع لاعبين نادي الكرخ حسين جبار وعلي ستار للموسم القادم 4 سنوات. ورسميا نادي القوة الجوية يتعاقد مع اللاعب شريف عبد الكاظم بعقد يمتد 3 سنوات. وهذه قائمة المرشحين لأفضل لاعب في العالم.